يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة جديدة وصباح جديد معاكم من صباح النور. حلقة النهاردة الاثنين 2 سبتمبر 2024، يا رب يكون يوم كده جايب كل الخير لحضراتكم جميعا، يبقى يوم حلو وحلقة حلوة تعجبكم، وكل اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وتبقى سنة سعيدة تقدروا تحققوا فيها كل اللي انتم بتحلموا بيه وبتتمنوا. تاريخ النهاردة مميز عجبني، الاثنين، انا بحب التواريخ المميزة كده، فممكن التاريخ ده يتزامن مع حاجات حلوة عندكم يعني، فالتاريخ ده بيفكروا بحاجة أو مرتبط بحدث يبقى يكتب لنا في التعليقات. يلا بينا نبتدي الموضوع بتاعنا النهاردة. والحقيقة يعني سؤال هتراحوا قبل ما نقول سؤال الحلقة أو سؤال الفقرة بتاعتنا، كتير ممكن نسأل نفسنا ليه في بعض العلاقات بتنجح وبعض العلاقات بتفشل؟ ليه؟ تقف قدام نفسك وقدام مراية وتقعد مع روحك تقول أنا عملت كل حاجة، تنازلات قدمت، محاولات وحاولت، مش عارف ايه، وتفضل تعدد الحاجات اللي انت عملتها عشان تنجح علاقة معينة والعلاقة دي باظت، في حين ان في طرف تاني رغم انه او ناس تانيين او اتنين تانيين او علاقة تانية نجحت رغم تحديات الحياة. خلينا نتفق ان الحياة مليانة تحديات، مفيش حد مهما من بره كده شفته انه حلو ومبسوط وناجح انت ممكن تشوف انه حياته زي الفل وما عندوش مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل، بس يمكن في ناس بتعرف تقفل على نفسها فاحنا ما بنعرفش نشوف، لكن كل واحد عنده وفي اللي مكفيه. فلو سألنا النهاردة ليه في علاقات بتنجح؟ لان العلاقات الناجحة بتقدر تحقق حاجة اسمها التوازن الصحي، يعني أي علاقة عبارة عن كفتين، واحدة كفة شمال وكفة يمين. لو العلاقة والكفتين دول هما في البيت زوج وزوجة هيبقى بالتالي وبالتبعية في أطراف تانية اللي هما الأولاد، فإذا حصل اتزان بين الكفتين دول باقي الأطراف هيبقى برضو فيها اتزان وهنحس بسعادة وهنقدر نتخطى مشاكلنا. لكن لو ما قدرناش نحقق الاتزان وفي كفة طبت وكفة طلعت والحكاية بقت رايحة جاية، هيبقى الدنيا مش أحسن حاجة خالص، وانتوا عارفين لما البيوت بيبقى مليانة توتر. لكن أنا مش عايزة أحد الموضوع عند زوج وزوجة، لكن خلينا نوسع الموضوع في فكرة العلاقات، يعني اللي هقوله النهاردة ممكن ينطبق على الشغل، على علاقات اجتماعية زمايل مع بعض، على أصدقاء عمر، على حاجات كتير. إزاي ممكن نحقق التوازن الصحي في حاجتين؟ التنازلات والقرارات. التنازلات والقرارات. اشمعنى التنازلات والقرارات؟ لان في بعض الاحيان عشان ناس تقول خلي المركب تمشي، الكلمه دي بتفضل تقولها في الفاضي والمليان عشان انا مش عايز مشاكل، وببقى فاكر ان انا لما بقول كده خلي المركب تمشي فالقرار بيبقى احادي، يعني من اتجاه واحد، واحد بس هو دايما بياخد القرار، ومهما الطرف التاني شارك في القرار او قال رايه انا مش دعوه ما بسمعوش، هو في الآخر اللي أنا شايفه صح هو اللي أنا هعمله، فببقى عنيد وبتعود على أني ما بحبش حد يشاركني القرار، أو في الأول والآخر الكلمة كلمتي محدش يتدخل فيها. وطبعا دي حاجة يا إما بتعمل مشاكل لو الاتنين شخصياتهم عنيدة متسلطة، كل واحد فيهم عايز يبقى هو اللي منفرد بالقرار، أو في طرف بيبقى خانع، يعني خلاص استسلم لفكرة إن أنا ما باخدش القرار ويلا المطرح ما ترسي دق لها كده زي ما بيقولوا، يعمل اللي تعمله اللي، وبعدين بوصل لمرحلة اللي تشوفه اللي تعمله حتى لو أنا مش مقتنع، ولو الكلام ده جه على حسابي وعلى حساب الولاد وكان القرارات غلط وأنا مش مقتنع بيها، فما بيبقاش الحكاية فيها اتزان. فبيبقى الحالتين يا إما بنلاقي الموضوع زاد لم عند لأن الاتنين شخصياتهم صعبة، يا إما بيبقى في طرف بقى مسيطر. انتوا عارفين برضو يعني ممكن تلاقوا الراجل هو المسيطر وبياخد القرارات وما فيش مشاركة يعني خلاص، وممكن يبقى العكس، ممكن تنتقد بيت أو أسرة انت شفتهم أو حالة انت عرفتها أو علاقة الست هي اللي مسيطرة في فكرة القرار والكلمة كلمتها وشورة شورتها. وفي بعض الأحيان بيبقى الظاهر ان انا باخد رايه لكن الحقيقه الامر اللي انا قرره هو اللي هيتعمل في الاخر، كلمتي انا اللي هتمشي، بيبقى منهج هو كده يعني. فدي حاجه بتبقى صعبه ومهينه وبتدمر الشخصيه، والولاد في البيت
لما بيشوفوا كده، سواء الام شخصيتها ضعيفه وملهاش كلمه، فانا حتى ما بعرفش اقعد واتناقش معاها، يعني في الاخر هوجع دماغي واتكلم مع ماما ليه؟ ما في الاخر القرار لبابا. او العكس، يعني طب انا هتكلم مع بابا ليه؟ ما بابا لا حول له ولا قوه، ما ماما في الاخر هي اللي هتقول الكلمه، فانا هروح لها هي على طول. في بيبقى في حاله خلل في ده. طيب ايه الحاجه اللي ممكن تعمل اتزان في العلاقات بينهم؟ هي حاجات كتير جدا. اول حاجه المبدا بتاع المشاركه، ان احنا من دي وان، من اول يوم في علاقتنا احنا متعودين على اننا نتشارك في كل حاجه، نتشارك في التفكير. يعني لو حصل في اول بدايه العلاقه وانتوا مخطوبين وانتوا لسه في بدايه حياتكم او بدايه جوازكم، حد خد قرار من غير ما يرجع للتاني، لازم نعمل وقفه ولازم نتعاتب. طب انت ليه ما قلتليش؟ طب انت ليه ما شاركتنيش؟ طب انا يمكن كان عندي فكره احسن، بس القرار ده نتائجه هتبقى كذا، لو كنا فكرنا مع بعض كنا طلعنا بنتيجه احسن. فهنتعود من بدايه حياتنا على مبدا المشاركه، فلما هنشارك اكيد القرار هيبقى احسن، وتبعيات القرار ده سواء حلوه او وحشه هنتحملها احنا الاثنين. لان لو حد خد قرار لوحده والقرار ده طلع غلط، ممكن الطرف الثاني هو اللي يدفع الثمن ويدفع الضريبه، الاولاد يدفعوا الضريبه، او هفضل عايرك بالقرار اللي انت خدته، اقول لك شفت اهو عشان انت بتفكر لوحدك، عشان انت ما بترجعش لحد في حاجه، فافضل يعني عارفين اللي هي حد اذل فيه بقراره الغلط. لكن لما القرار بيبقى مشترك، والله القرار كان صائب زي الفل، احنا يعني ايه انبسطنا مع بعض، القرار كان ده لو قرار صح، القرار غلط النتائج بتاعتنا بنتحملها احنا الاثنين، وبنقول معلش الطريقه دي ما نفعتش، تعالوا نفكر في طريقه تانية وان شاء الله مشكلتنا تتحل، نوصل للي احنا عاوزينه لما بيبقى القرار مشترك. حاجة تانية برضو من الحاجات اللي ممكن تخلي حالة اتزان تحصل في العلاقات، التعمق في العلاقة. يعني ما تتعمقش قوي في العلاقة اللي هي تطلع كل أسرارك وتفكيرك وحياتك، وعارف اللي هي خلاص اللي قدامك جاب أخرك، يعني هو عارف أولك وعارف أخرك، عارف إيه اللي بيزعلك وإيه اللي بيبسطك ويدخل لك منين وياخد اللي هو عايزه منك إزاي. فبالتالي بيبقى في حالة استنزاف واستغلال، لأن مش كل الناس لما بتقراك وبتفهمك بتكون سعيدة بده وبتدور على إن الحياة تبقى أخد وعطا. مش كل الناس كده، ومش الصورة مش غامقة قوي، كل الناس وحشة ولا كل الناس حلوة. فمش صح إن أنا أحط كل ورقي على الترابيزة وأدخل كده بتقلي في أي علاقة. وكتير من العلاقات اللي إحنا بنطلع كل أسرارنا وكل حياتنا وكل طريقة تفكيري وكل اللي مضايقني وكل اللي واجعني وكل اللي حصل معايا واللي يخصه ولا ما يخصهوش، وبعدين العلاقة دي ما بتكملش، يعني ما بتكملش. ممكن يبقوا اتنين اتعرفوا على بعض في رحلة في مؤتمر، اتصاحبوا وطول اليومين اللي هم قاعدون مع بعض في الرحلة هو بيحكي وهي وهو وزميله ولا صاحبه التاني بتحكي، أو لو اتنين بنات جابوا من طويل دماغهم كل حاجة من 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 أسرار. بعد كده في ناس اول ما بنحس احنا مش اصدقاء، مش هنشتري عشره العمر، اختلفنا مع بعض، اتخانقنا، اتخاصمنا، تلاقوا الكلام ده هنا يطلع والكلام ده هنا يطلع. فالتعمق في العلاقه مش حاجه صحيه ابدا، وعمرها ما بتعمل اتزان. فالكفتين يبقوا متزنين لما كل واحد يحترم التاني، كل واحد عارف يحكي ايه امتى وازاي للتاني. انا مع مبدا الصراحه جدا، يعني انا مش مع مبدا ان حد يخبي، بس بقول ايه لمين امتى وده هيفيد بايه. اسال نفسك قبل ما اللسان بقى يفضل يقول ويحكي، وبعدين ترجع تندم انا مش عارف انا طلعت كل الكلام ده ازاي، انا فلان ده عارف عني كل حاجه ازاي، طب ما هو فلان استغل اللي انا حكيته ازاي. فاسال نفسك الاسئله دي قبل اي حاجه وانت بتتكلم او ناوي تفضفض او تحكي، بحكي ايه لمين عشان ده يهمه ولا ما يهموش، هيستغل ولا لا، ومدى العلاقه دي، وامتى في حاجات انا ممكن احكيها في وقت مش مناسب، لسه العلاقه بين احنا لسه متعرفين على بعض، وفي حاجات بعد ما خلاص توطدت العلاقه وبنينا بيننا وبين بعض ثقه وبقى قلبنا كده كتاب مفتوح، وعرفت من مواقف ان الشخص اللي قدامي ده شخص امين على اي حاجه انا هحكيها، ساعتها بتكلم وانا مطمن. لكن دايما نحافظ على حته كده ومساحه اسمها الخصوصية. قراراتنا هتطلع متزنة وصح لما ما تبقاش أحادية من طرف واحد. عارفين
كان اسمه ايه الفيلم اللي هو اسحاق مش موجود النهارده، كان قال لي اسم الفيلم، انا كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا، وبعدين كلمته بتنزل ابن حميد، اه بفكرني في المال ابن حميد، انا كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا، هو في انا وقراري وانا اللي اخد القرار في الطبيعي يعني، بس في الفيلم كانت هي اللي بتاخد القرار بس جه في الاخر ايه بقى، انا برضو كلمتي مش هتنزل الارض وخلاص، خد موقف وتمام وحكم الدنيا يعني. فساعات لما شخص بيبقى مضغوط عليه انه ما بيقولش وما بياخدش قرار، وبيجي ممكن عند مرحله معينه يتمرد على الحاجه دي وياخد قرار انه هياخد كل قراراته ومش هيسمح لحد يفضل يضغط عليه كده تاني، فالقرار لازم يبقى مشارك. نكمل كلامنا بس نصبح على استاذ ثابت. صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هجر. يا صباح الفل يا استاذ ثابت، اهلا بيك. الحمد لله، اتفضل. وعامل ايه الاستاذ اسحاق؟ اكيد صباحك هيوصل له. صباح الفل على حضرتك. ربنا يجيبها بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله قريب باذن الله. بالنسبه للعلاقات بهي، ايوه، الانسان المفروض ياخذ قرارات بحكمه وتوازن. اه. ولازم ياخذها بدراسه، ما يخش قراءات عفوائيه كده هو. ياخدها وهو هادي مش عصبي. نعم. اه لما خلاش هو عصب. ايوه. ياخدها هو ويكون هادئ. صح. ولازم يفكر في القرار قبل ما يقوله. مظبوط. عشان القرار يدي فائده، اما ياخده هو وغضبان هبدا القرار بتاعه من غير فائده. ويكون القرار بتاعه هادئ. ايوه. طب يا استاذ ثابت، انت تحب تشارك حد معاك في قراراتك؟ يعني مراتك تشاركها في قراراتك، ولادك تشاركهم في، ولا بتحب تاخد قرارك لنفسك؟ انا مقتنع ان ده الصح اللي فيه الصالح. اقول حضرتك يا استاذ هجر، ايوه، المفروض الانسان يشارك وياخد القرار الصح. ما ياخدش القرار من نفسه، لازم يشارك الاسره بتاعته. ايوه. وهل القرار ده هو مفيد ولا مش مفيد، وياخد ارائهم، ان كان رايهم صح ممكن يمشي قرارهم. رأيهم لا مش صح ما مشوش. ايوه. لا يعني لازم يشارك الاسره برضك في قراراته. ايوه، بس بيشارك اسرته مش اي حد. لا يشارك اسرته. يعني ما يروحش يشارك واحد صاحبه مثلا في قرار يمس الاسره واصحاب الشأن نفسهم وهو ما اتكلمش معاهم، يعني ياخد قراراته من صاحبه. في قراراتك ما تشاركيش في حد بعيد عن الاسره، لان ممكن يبقى ايه ليه نيه مش كويسه، اصلك الاسره دايما تبقى متفقة مع بعض. مظبوط. اما ممكن شاركت واحد بعيد عن الاسره هتبدا ممكن يديكي راي، يعني راي مش مناسب، راي وحش كده هو. صح. شكرا ليك يا استاذ ثابت وصباح الفل. الراي مشاركه، القرار مشاركه، وخصوصا لما بيتعلق بالاسره كلها. يعني ايه المانع ان انت تجيب مراتك وعيالك وتقعدهم معاك كده قاعده حلوه وتقول لهم عايزه اخد رايكم في حاجه؟ اللي انت بتزرعه دلوقتي ده هتلاقيه بعدين، هيطلعوا العيال متعوده على كده، ومراتك هتمشي بنفس المنهج، محدش هياخد قراره من دماغه، هيتعودوا على القعده ان احنا بنفكر في كذا. ايه رايكم؟ عايز تنقل ابنك من المدرسه، عايز تسافر، هتختار مكان تصيف فيه. يعني بصوا بقول لكم ابسط القرارات اللي هي يعني تقولوا دي هي دي قرارات، في قرارات مصيريه وكبيره، لكن لازم القرارات دي تبقى مشاركه. ولو انت شايف الولاد صغيرين وعايز تهيئهم لقرار انت هتاخده، عودهم على ده، قعدهم معاك وابتدي اشرح لهم انت ببساطة على قد المرحلة العمرية اللي هم فيها، احنا ليه بناخد القرار ده؟ مثلا احنا هنهاجر عشان بابا جاله فرصة شغل كويسة وده هيعمل مستقبل حلو وان شاء الله تبقوا مبسوطين، واحنا هنعمل كل حاجة. يعني حاسسهم ولا انتوا ايه رأيكم؟ كلمة انت ايه رأيك وتسمع منه وتحاول تقنعه، دي حاجة كبيرة قوي قوي، بتعمل بقى اتزان في العلاقات بين الزوج والزوجة وبينكم انتوا الاتنين وبين ولادكم، عشان ما يبقاش القرار احادي. فالعيال لما تكبر ممكن لو ما تعودتش على كده هي كمان تاخد قراراتها من دماغها، مش هترجع لك في حاجة ومش هتقول لك في حاجة. طيب ده لما نيجي ناخد قرار. طب انا كنت بقول عايزين نعمل اتزان بين القرارات وبناخدها ازاي وما يبقاش واحد بس اللي بياخدها، والتنازلات. ايه بقى موضوع التنازلات ده؟ عارفين ممكن تبقى انت معترض على وجهه نظر معينه او على قرار شريكك بياخده، شريكك في الشغل، شريكك في البيت، في الحياه، انت معترض على القرار ده، بس بعد النقاش قعدتوا واتكلمتوا واتناقشتوا ما وصلتوش لحل وسط. فايه؟ لازم هنا يبقى فيه مرونه، بمعنى ان لازم يبقى فيه طرف يتنازل. فلما يتنازل صح مش هنتصارع، ما وصلناش لحل، ها طيب بعدين؟ فكروا كده معايا، احنا بنتناقش في قرار عايزين ناخده
وانت ما اقتنعتش وانا ما اقتنعتش، طيب وبعدين بقى؟ هيبقى في واحد هينفذ اللي هو عايزه غصب عن عين الكل. في الحاله دي انا مفروض عليا القرار. فالذكاء والحكمه يقولوا ايه؟ الاثنين يقولوا ايه؟ ان في طرف ممكن يلين شويه ويقول للطرف الثاني طيب انا عشان خاطرك المره دي انا هتنازل، خليها ونجرب ماشي ويمكن الدنيا تبقى كويس، بس لو ما حصلش يبقى نرجع للفكره بتاعتي انا الاول. يبقى هنا التنازل مش بالمعنى الوحش، انت خدت عملت خطوه التنازل دي بارادتك او بارادتك عشان المركب تمشي وتعالوا نجرب، ما احنا مش هنخبط في بعض ونكسر الدنيا من اولها عشان مش عارفين نوصل لحل او قرار. يا مدام ايمان صباح الفل. صباح النور يا استاذه هبه. صباح الفل عليك. الحمد لله. وازاي الاستاذ اسحاق؟ على فكره احنا ما بنسال عليه ده مش تطفل، ده حب فيه، عايزين نطمن عليه. خالص خالص. ازاي؟ بصي يا مدام ايمان، ازاي انتوا محبتكم اول حاجه فوق راسنا كلنا. نجاح نجاح البرنامج ده ولا انا ولا اسحاق ده بيكو، يعني احنا منكو، احنا عمرنا ما كنا هيبقى ناجحين غير بيكو، فده مش تطفل ابدا، بالعكس انا بوصله كل رسائلكم ومكالماتكم وهو بخير وزي الفل، وان شاء الله يبقى موجود قريب باذن الله. طب الحمد لله يرجع لنا بالف سلامه، لان طبعا البرنامج كامل بيكو انتوا الاثنين، ما نستغناش عن حد. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. ده فتره مؤقته بس كده، وان شاء الله هيبقى موجود قريب باذن الله. خلاص سلامنا له، يرجع بالف سلامه. يوصل يوصل. اتفضلي. سؤال حضرتك النهارده عن يعني القرارات وازاي والتنازلات. ايوه بصي انا شايفه ان ده مرتبط بان يعني مش عيب ان الواحد ياخد راي كل اللي حواليه، حتى لو اصغر منه، لو ابنه، لو اخوه، يعني مرتبط بالتشاور شويه، يعني ما اخدش قرار واتسرع فيه، لا احب اخد اراء اللي حواليا، ده مش عيب ولا غلط. حتى امثله جميله قوي عن الموضوع ده، يعني دايما يقول لنا ايه، من شاور اهل النصيحه سلم من الفضيحه. يعني حاول ياخد اهل الخبره. حلو المثل، اول مره اسمعه بس جميل. واسمع كلام الاقرع واستشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. ماشي. يعني ناخد راي اللي بنثق فيهم او اهل الخبره اللي سبقونا، ده مش عيب. وبيفيدنا طبعا، يعني بينصحنا وبيخلينا نتراجع عن حاجات احنا متسرعين فيها. طب امتى تنازل يا مدام ايمان؟ امتى تنازل عن رايي وانا عن طيب ما احسش ان ده اهانه ليا، ان انا تراجعت في كلمتي او اديت المساحه للطرف الثاني ان قراره هو اللي يتنفذ؟ طبعا لما اشوف راي اللي قدامي طبعا احسن مني اتنازل بكل سهوله، يعني او الراي السليم هو اللي خدته من واحد اكبر مني، من واحد بينصحني كده، مش عيب التنازل في الحالات اللي زي كده. يعني لازم الناس تتنازل عن بعض، وطبعا بحب، مش مثلا لا ازاي يعني انت بتفكر احسن مني، يعني انت طول ما في العجرفه والعند ده طبعا. ايوه الله ينور عليك، العند والعجرفه. صباح الفل يا مدام ايمان. يا مدام نعمه صباح الفل. يا مدام نعمة، مدام نعمة مش معانا. طيب حاولي تكلمينا تاني. وبصوا الكلمتين اللي قالتهم مدام إيمان دول صدقوني يعني فيهم خلاصة، إن إحنا بنعرفش نوصل لقرار مشترك بسبب العند والعجرفة، كل واحد شايف إن كلمته هي اللي تمشي، وإن أنا تفكيري أحسن تفكير، وإن القرار اللي أنا هاخده هو أحسن قرار في الدنيا. بس في حاجات قرارات مصيرية، يعني النهارده انت بنوته كده على وش جواز ومتقدم لك واحد، وبعدين الشخص ده عليه علامات، يعني هم اهلك شايفين حاجه مش احسن حاجه، مش مناسبه ليكي، فيقول لك ده فيه صفات 1 2 3، ده ظروفه كذا مش هتناسبك، يعني هم بيقولوا لك، وانت مصره انك تاخدي قرارك من دماغك كده وترتبطي بالشخص ده. هو مين في الاخر اللي هيتعب؟ انت، يعني انت اللي هتنبسطي او انت اللي هتتعبي. بس في الحاله دي انا لازم اسمع النصيحه ولازم افكر في الكلام اللي بيتقال. هو مش عند لاجل العند، هو محدش يعني بيتحداكي او واقف لك عشان مش عايزك تبقي سعيده ترتبطي بالشخص اللي انت عايزاه خالص. ففي اوقات بنحتاج نسمع نصيحه، ناخد باراء الناس اللي حوالينا، ولو احنا في محيط اسره لازم القرار يبقى مشاركه. وانا بحترم جدا لما بيبقى في قرار زي موضوع الجواز، الاب والام لما يجيبوا بنتهم ولو في اخوات كبار اكبر منها يقعدوا مع بعض يتناقشوا، يحطوا كده على الترابيزه كل الورق، هو في مزايا كذا، هو في عيوب كذا، ومش وبعد كده يقولها خدي وقتك في التفكير، ده من حقك في الاخر، ده قرارك، بس انتوا فتحتوا قدامها سكك وحاجات،
واديتوها مساحتها من التفكير واحترامكم ل يعني رايها، دي حاجه هتخليها تفكر في كلامكم. لكن لو بالعنف وقرار احادي من اتجاه لا يعني لا هتعند، او العيال اصلا او في طرف لازم يبقى عنيد. يا انجي صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل عليكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. استاذ اسحاق وحشنا جدا. زي الفل، بخير الحمد لله. الحمد لله. انا كنت عاوزه اخد رايك. اتفضل. انا في البيت انا عايزه يعني مشاركه من جوزي في القرارات، بس للاسف هو يعني سلبي معايا، وانا معايا 4 اولاد، فالمسؤوليه جامده بالنسبه لي قوي، وانا بشتغل ومحتاجه ان هو يكون جنبي يعني في كل هو سلبي. انجي سايبك انت تاخدي القرارات ومش بيشاركك فيها؟ مش عايز يشارك، مش عايز يتكلم. هو ظروف شغله صعبه يعني، بس لكن ده ما يعفهوش برضه يعني، هو بيجي اخر الليل بس ببقى مستنيه مشاركه منه، وانا بشتغل ومعايا 4 اولاد وكل مسؤوليه عليا. طب انا هسالك بس انجي الاول، بس انت كده 4 اولاد ربنا يخليهم لك، اول كده متجوزه بقالك كام سنه؟ متجوزه بقالي 20 سنه. 20 سنه على مدار ال 20 سنه هرجع معاكي لورا شويه، وانت مخطوبه وانت في اول جوازك، هل هو شخصيته كانت شخصيه سلبيه؟ يعني مش بتشارك، سايبك انت تعملي؟ هو للاسف كان مسافر، فانا ما حسيتش ده غير لما رجع واستقر معانا. فما حسيتش ده، كنت قاعده مع والدي فتره سفر في بيت والدي وكده، فما حسيتش بالموضوع لان هو كان مسافر. فانت ما تعاملتيش معاه عن قرب ولا في الخطوبه ولا في اول الجواز، صح كده؟ ما احتكتش بالامور دي يعني. فلما دلوقتي استقر وكده وانا معايا 4 اولاد وبشتغل وظروف الحياه بقت صعبه علينا. طيب هو نجح في شغله يا انجي؟ يعني شغله واخده، واخد وقته، تفكيره، بيعرف ياخد قرارات تخص شغله؟ يعني بس هو ناجح في شغله يعني، بس يعني موضوع القرارات ده انا فهمت ان هو كان اصغر اخواته وكده، فتاثيره من صغره ما ادهوش مساحته، فهماني، في البيت. بابا وماما من زمان ان هو يعني كان اعتمادي عليهم، فهو كمل على هذا الريتم يعني. بس انا تعبانه، اتكلمت معاه كتير كتير قوي. المشكله ان هو بيهرب من الكلام، مش حابب الكلام عشان هو فاهم يعني. هو بس عايز اسالك سؤال، لو انت سبتي بعض الامور اللي المفروض ياخد فيها قرار او الامور اللي هو المفروض يتصرف فيها، رد فعله يعني بيعمل الحاجه انت ما عملتيهاش؟ اصل بصي انجي، لو الراجل شاف او الطرف اللي هو دايما بيستغل، لو انا شايف اللي قدامي بيعمل كل حاجه فانا هتعب نفسي ليه؟ وخصوصا لو هو شخصيته وتربيته كده، فهو شايفك شخصية معتمدة على نفسها، بتسدي في كل حاجة وقادرة تقفلي كل الثغرات اللي هو مش بيبقى موجود فيها، فأنا هتعب نفسي ليه؟ فهماني؟ يعني في بعض الأمور لازم تشيلي إيدك منها، وده كان لازم يحصل من زمان. مش هيعملها، ما هو هيثور. ما هو في حاجات ده دلوقتي هيثور دلوقتي، لكن أنا بتكلم كان لازم أنا أشيل إيدي، ولازم تعملي ده بالتدريج يا إنجي. يعني حتى لو حصل اعملي ده بالتدريج فيما لا يضر طبعا بولادك. يعني انا مش ههمل ولادي عشان خاطر اعند معاه، احنا مش بنعند، احنا عايزين نشيل ايدينا من الحاجات حتى ولو الحاجات البسيطه والدراجي. وحتى لو قالك فين ده، ما انا ما قدرتش، ما لحقتش، كان عندي كذا، ممكن انت تعمل ده بدالي. بشكرك طبعا يا انجي على ما تخبص الموضوع، يعني المشكله عندك محتاجه كلام كتير، لكن وكانت محتاجه الحل يبقى من بدري، يعني من اول ما ابتديتي تكتشفي سلبيته. دي حاله من الحالات اللي هي القرار فيها بيبقى احادي، لكن مش عشان هي متسلطه، عشان هي شايفه شخص شايل ايده وسلبي جدا ومش عاوز يشارك. وفي ناس او طرف بيستسهل، لما بلاقي حد، ده الاستغلال اللي كنت بقول لكم عليه من شويه، لما بشوف طرف هو بيعمل كل حاجه، بيسد الثغرات في كل حاجه، فانا هتعب نفسي ليه؟ يعني انا ليه اجتهد وليه اعمل وليه افكر؟ ما هي خلاص بتعمل، ناخد قرار نودي الولاد يلعبوا رياضه كذا ولا كذا، هندخلهم مدرسه دي ولا المدرسه دي، هو طب احنا عايزين ننقله من المدرسه دي لدي عشان مش عارفه المدرسه دي فيها عيب وفيها مشكله، طب هتيجي معايا عشان، لا ما انت بتعرفي تعملي، كلمه انت بتعرفي تعملي دي خلاص تمام، هو شاف انك انت بتعملي، فحاولي تشيلي ايدك بالتدريج من حاجات معينه اديها له هو يعملها، بتقولي لي مش هيعملها، خلاص خليها ما تتعملش.
قلت لك فيما لا يضر بمصلحه اولادك طبعا، يعني في الحاجات الضروريه جدا اللي ما ينفعش اشيل ايدي منها. سريعا كده حاول اخد التعليقات، طلعها حالا ونشوف رأيكم. برضو أفكركم اللي حابب يكتب لنا تعليق ادخلوا على صفحة القناة سي تي في ايجيبت، هتلاقوا الصورة بتاعة البرنامج عليها صورتي أنا وسحق، تقدروا تكتبوا تحتها التعليق وأنا أحاول سريعا أخد كل تعليقاتكم. في مارسيل بتقول سلام هبة وسلام للسحاق، وصدقوني اسحاق زي الفل لو مفيش اي حاجه قريب هيكون موجود. كل واحد بيبقى عنده ظروف خاصه بيه، بيبقى يعني صعب ان انا احكي مثلا اقول اصل انا عندي الظرف الفلاني، او اهم حاجه ان انا بطمنكم عليه هو بخير وزي الفل وان شاء الله هيبقى موجود قريب باذن الله ولا اي حاجه، صدقوني زي الفل. وانا بقول لكم الحقيقه اهو طبعا، عامل انا مش بتجاهل الرساله خالص، انا عشان كده قريت رساله حضرتك، هو ما عندوش اي مشاكل وزي الفل ان شاء الله قريب هيكون موجود. اكرم رؤوف بيقول عشان اخد قرار صح لازم اكون محدد قبلها الاولويات في حياتي ترتيبها ازاي، وبالتالي هعرف انهي قرار الانسب لو احترت بين قرارين. وصباح النور من نيويورك، صباح الفل على حضرتك. في سحر وليد بتقول اخذ القرار ده مصير كبير جدا، انا بحب اخد قراراتي لوحدي وانا مقتنعه بيها جدا، ساعتها ما بعرفش اغيرها بس عندي القدره على اني اقنع الطرف الثاني. مفيش مشكله على شويه تنازلات بسيطه، من اهم شيء الطرف الثاني يقدر ويفهم، وساعات بيعتبروها حق مكتسب. بيعتبروا التنازلات حق مكتسب لما بتبقى مستمره فالطرف الثاني بيستغلها، فالتنازلات لازم تبقى بحدود وفي نفس الوقت مش في كل حاجه. أنا اللي بختار إمتى أقدر أقدم تنازل، وهو ده اللي بقول لازم يبقى فيه مرونة. المرونة دي بتخليني ممكن لو أنا حسيت إن القرار وجهة نظري اللي قدامي في القرار صح، طب ما تراجع خطوة، ما جراش حاجة يعني، طالما لا هيضرني ولا هيضر، وتعالى نشوف مع بعض، ولو ما وصلناش لحاجة نبقى نشوف حل تاني وناخد قرار تاني إحنا الاتنين مع بعض. أديني جربت وجهة نظرك وقرارك، طب جرب اللي أنا بقوله يمكن يبقى فيه نتيجة. فالمرونة مطلوبة، لكن حد واحد هيفضل يتنازل طول الوقت التنازل ده هيستغل وهيبقى حق مكتسب. إيميل مسعد بيقول في العلاقة في ناس شاطر قوي في قلب الترابيزة، يبقى الغلط راكبهم واضح للكل وما يعترفوش بغلطهم، لا ده بالعكس كمان بيطلعوك انت الغلطان وما يعرفوش يعني ايه كلمة اعتذار ولا احساس بالذنب، ودايما هم المظلومين في اي حكاية ويكذبوا الكذبة ويصدقوا نفسهم. الناس دي احسن حل ليهم تتجنبهم عشان خسارة فيهم حتى العتاب اصلا، مهما قلت ولا عملت هيفضلوا عايشين دور الضحية في عز ما هم سبب تعبك واذيتك. عندك حق طبعا. ريري بتقول التنازلات جميلة جدا طالما لا ضرر ولا ضرار، أما في حالة المواقف المصيرية فلا يجب التراجع ويكون في وقفة لحل موضوع بالطريقة السلبية. 90% تنازلات لكن ضروري 10% أمور مصيرية. أهم حاجة عشان بس موضوع الأمور المصيرية، لما تيجي تاخد قرار تاخدش قرار لحد، ما تاخدش قرار لحد، عشان لو الحد ده تعب وقرارك انت طلع غلط هيبقى قلب الترابيزه بجد، هيجي كل لحظه يقولك انت السبب ويا ريتني ما سمعت كلامك. فخلي قراراتك خاصه بيك وباسرتك وتبقى مشاركه عشان العواقب او النتائج الحلوه او السلبيه نتحملها مع بعض فنقدر نعديها. صباح الفل عليكم، وعشان الوقت نخرج معاكم الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.